ينطلق صباح يوم غد النسخة التاسعة لمؤتمر تقنية المعلومات ميت آي سي تي ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا بيتكس تحت رعاية سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات. ترمي هذه الفعالية التي ينظمها كل من جمعية البحرين لشركات التقنية بالتعاون مع شركة ورك سمارت لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات إلى تعزيز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين في الاقتصاد الوطني من خلال تكاملها مع رؤية 2030، مع توفير منصة دورية يلتقي خلالها العاملون وصانعو القرار في القطاعين الخاص والحكومي وتأمين إطلالة مباشرة ترصد تطورات واتجاهات صناعة تقنية المعلومات. يعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار التكيف المبتكر للتحول الرقمي، وذلك بمشاركة أكثر من 30 من كبار المتحدثين حول العالم، كما يتضمن عددا من ورش العمل التفاعلية التي تناقش أحدث قضايا التقنية.